يعني قتل الأطفال. تصوروا في مجتمعات غربية وغيرها بيسرقوا الأطفال. يعني في بريطانيا قرأت في إحصائية قديمة، ممكن واحد عايش في لندن ولا باريس على فكرة بقراءش إحصائيات ما بيعرفش الكلام، هم بيظنوا في ناس اليوم إنه إحنا عايشين ومش شايفين. لا، ما هو اليوم مفتوحة وفي دراسات مبثوثة بكل اللغات وفي دراسات من داخل هذه المجتمعات، أنت بدون ما تعيش هناك إذا بدك تبحث بتوجد. تصوروا كم ألف طفل، كم ألف طفل بتم في بريطانيا الآن، نسيت الأرقام بس بالآلاف، يتم اختطافه سنويا بضيع. طب عندنا كم طفل في السنة بروح؟ كم طفل عندنا هون في البلد كلها؟ كم طفل يخطف؟ كم طفل؟ طيب ولما بخطفوهم هذول الأطفال إيش بيعملوا فيهم؟ في منهم طبعا بيبيعوهم للي ما عندوش أولاد، مشان هاي كمان اللي بيشتري، هاي مش بس اللي اختطف وهاي كمان اللي بيشتري مشان يربي منه صغير. طيب وشو كمان؟ وفي بخدوهن بنات مشان كمان لما يربوهن يستخدموهن في أمور، فبيخدها وهي صغيرة برضو بشوف تناسب ولا بتناسبش. تصوروا انتوا بتقولوا عجيب. طيب وبعدين وكلكم وكمان ومشان ياخذوا منهم أعضاء. طفل وبتاخذ منه أعضاء، تأخذ منه أعضاء. طب كيف هذا الكلام؟ انتوا إذا بتلاحظوا هذا خيال، هذا خيال بتفهمش عليه. أنت زنا المحارم بتسمع إشي بتشيب عندهم، إشي غريب. طيب وكمان وبتذكروا الإحصائية اللي قلتها أكثر من مرة، ما يقرب من 20-25% من الأطفال الرضع في الولايات المتحدة اللي بيقتلوا بيكون القاتل الأب أو الأم عمدا. إيش هذا؟ كيف بيشتغل هالشغل هذا؟ طيب وإيش كمان بتسمع إيه؟ طب وين مبدأ الحلال والحرام؟ أيوة، ما أنتم مش عارفين إنه في قوام ثاني. إذا ما بتربى على مبدأ الحلال والحرام ممكن مشان $10 يقتلك. وبالعكس في بعض الأماكن في أمريكا بيقول لك إيه، أنت خلي في جيبتك، وخصوصا بالليل، يعني خصوصا بالليل هذا بدك تمشي بالليل مع أنها مضوية يعني البلد، خلي في جيبتك يعني أموال بحيث لو رفع عليك يعني مسدس يلاقي في جيبتك إشي، لأنه مرات إذا ما لقاش وغضب بتخك يعني بيطلق النار عليك وبقتلك. ليش؟ ما استفدناش يعني. تصوروا عنا إذا واحد قتل لابد يكون يعني مقتول أبوه ولا أخوه، أبصر شو صاير تنقت. ما فيش مبدأ الحرمات يعني لما نشأوا، طبعا مش بالمرة، ما هو برضو في كنائس وفي دين، برضو في آثار دين. هذا كيف لما تكون من برا؟ من مرة هذول تربوا شيوعية، اللي تربوا شيوعيين على فكرة وحاولوا يحجز عنهم حتى الكنائس وغيره وتربية الكنائس، لأنه برضو الكنائس دين وبتربي على الحرمات مش هيك؟ في تمام؟